بحر وأحرار، هنا غزة هنا فجر وأنوار، هنا غزة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل، الأخوات الكريمات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المائدة الحوارية التي تنظمها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة احتفاء واحتفالا بانتصار غزة المظفر، تحت عنوان انتصار المقاومة انعطاف استراتيجي نحو تحرر الأمة. لم تكن المعركة الأخيرة على أرض العزة في القطاع كغيرها من معارك العرب مع كيان الاحتلال، بل شكلت تحولا نوعيا ينبني هذا التحول المتوقع على ما حققته المقاومة حقا وحقيقة على الأرض في معركة العصف المأكول. فقد أفشلت أهداف الحرب السياسية والعسكرية، وأنهت نهائيا أسطورة الجيش الذي لا يهزم وقوة الردع التي لا تضاهى، وحققت توازن الرعب حين هجرت مستوطني شريط غزة وضربت تل أبيب وحيفا وأسكنت الصهاينة في الملاجئ والمجاري، وأثخنت في العدو قتلا وإصابة وأسرا وتدميرا للآليات والمنشآت، وأرعبت العدو بمفاجآت لا تنتهي، وهجمت على الداخل الصهيوني في حرب إعلامية واستخبارية ونفسية صدمت الكيان وحلفائه. تحاول هذه الندوة أن تقف عند الحرب الأخيرة على غزة سياقا وأسبابا، وترصد حقيقة النصر وتجليها، وتحلل أسبابه وتداعياته المستقبلية، وتنظر في واجبات الأمة وكيفية البناء على حقائق العصف المأكول. لتأطير هذا النقاش يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن يحضر معنا الأساتذة الأفاضل، الأستاذ شعيب عاهدي محامي بهيئة طنجة وعضو مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، أهلا وسهلا، والباحث في علم الاجتماع عضو الأمان العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الأستاذ رشدي بويبري، ومنسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عضو الأمانة العامة الأستاذ عبد الصمد فصحي. في مدخلنا إلى هذا الحوار وفي أسئلة تقديمية، بداية أستاذ رشدي بويبري، على المستوى الشخصي هل ما زلتم تعيشون على وقع وإيقاع انتصار غزة المظفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه وإخوانه الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، كما قلت في مقدمتك لهذه الندوة، هذه الحرب لم تكن حربا بسيطة ولا عادية، ولم تكن شبيهة لما سبقها من الحروب التي تتالت على شعبنا في فلسطين. هذه حرب استراتيجية بمعنى الكلمة، وما تحقق فيها لإخواننا في غزة وما تحقق فيها لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، سينكشف بإذن الله عز وجل مع الأيام ومع الشهور. لأجل ذلك الفرحة لما حققه إخواننا المقاومون الصامدون في غزة عظيمة جدا، لا يمكن لهذه الفرحة أن تنقضي بسرعة، هي فرحة نستصحبها معنا في جهادنا وفي عملنا الدائم والدؤوب، لأنها فرحة تزكي اليقين وتقوي في القلوب. سد عاهدي، آخر المستجدات تقول بأن آليات عسكرية صهيونية توغلت صباح أمس الأربعاء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كيف تقرؤون هذا الخرق الاتفاقي لما تجف المدادة التي كتبت به لنا؟ السياق الذي جاءت فيه هذه الحرب وهذا العدوان الغاشم على غزة هو سياق استثنائي، سياق تعيش فيه الأمة حالة نكوص، حالة تكالب إقليمي ودولي على جميع المحيط الاستراتيجي لهذه الأمة، وخاصة قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية، وتم من خلال هذا السياق محاولة الاستفراد بغزة. الآن ونحن أمام هذا الانتصار الاستراتيجي، أمام هذا الانتصار الباهر، أمام هذه الملحمة التاريخية التي تكسرت من خلالها قوة الردع الصهيونية، التي ظهرت قوة ردع جديدة وتوازن الرعب على المستوى المقاومة، التي أعطت للعالم وللمختلف الراصدين لهذا الانتصار دروسا قوية جدا على المستوى الأداء، على المستوى الجهوزية، على المستوى الفاعلية والتأثير، وعلى مستوى التداعيات الإقليمية. لكن هذا الانتصار ما زالت تتربص به هذه القوى الإقليمية التي ضاقت الأمرين من الانتصار الاستراتيجي لغزة،
وفي هذا الإطار جاءت الاتفاقية السياسية بالتهدئة المجحفة التي مورست على المقاومة الفلسطينية، ولكن ومع ذلك ما زالت المعركة مستمرة، ما زال العدو نفس العدو، يعني عناوينه الرئيسية هي الغدر، هي محاولة الاجتفاف، محاولة التأثير، محاولة أن يختطف هذا الانتصار من المقاومة. وفي هذا الإطار تأتي هذه التعديات الصهيونية، سواء منها ما وقع في رفح أو ما وقع بالنسبة للقوارب الصيادين في مسافة 6 أميال. أستاذ صمد، صحيح أن تتوقع أن تصمد اتفاقية القاهرة؟ لأن الكثير من المؤشرات سواء الفلسطينية أو الفلسطينية الصهيونية وحتى المصرية تقول أن من الصعب أن يصمد هذا الاتفاق ولا تقدم إلى المفاوضات في الملفات. بداية نترحم على الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى ومزيدا من النصر والتمكين للمقاومة ولشعبنا في فلسطين. بطبيعة الحال هذا الاتفاق وهذه الهدنة لم تتحقق إلا تحت عوامل متعددة، ومن ضمن هذه العوامل وهو صمود الشعب الفلسطيني والضربات الموجعة للمقاومة للكيان الصهيوني. تحت هذه الضربات وتحت هذا الصمود يعني تأتي هذه الهدنة بتحقيق بعض شروط المقاومة وتراجع الكيان الصهيوني عن عدوانه. بطبيعة الحال الذي يعرفه الجميع من خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن الإسرائيليون لا عهود لهم ولا اليهود لا عهود لهم، يعني لا يؤمن جانبهم، لكن يبقى المعول على الله سبحانه وتعالى وعلى القوة الضاربة للمقاومة. بطبيعة الحال الآن حديث عن هل هذه الهدنة ستصمد أو لا تصمد، هناك تصريحات لقيادات من المقاومة تتحدث بأن الهدنة رغم ما يشوبها من هنا ومن هناك من مناوشات، إلا أن هناك تعهدات وهناك رعاية دولية لهذه المعاهدة من أجل أن تصمد ومن أجل أن تستمر. بطبيعة الحال القضية الآن هي ما زال هناك مفاوضات مرتقبة يحول بينها بعض النقاشات داخل البيت الفلسطيني في إطار المصالحة، وما دام نتحدث عن المفاوضات فالمفاوضات دائما تكون على المائدة المستديرة، لكن القوة والضغط والتوازنات تكون على أرض الواقع. فمثل هذه التحركات ومثل هذه المناوشات هي تأتي في إطار إعطاء رسائل من أجل فرض مكتسبات بالنسبة للكيان الإسرائيلي بعد هذا الاندحار وبعد هذه الهزيمة. دائما تصل معركة العاصمة الكل هي المعركة السادسة التي خضت على قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل، انسحاب أحادي الجانب معركة في الأسيرات في 2005، خضت ثلاث حروب، حرب الفرقان، معركة الفرقان في 2008-2009، ثم معركة حجار من السجيل في 2012، ثم الحرب الأخيرة للعاصمة الكل في 2014. لماذا كل هذه الحروب على القطاع وما نتيجتها؟ هو المتأمل والناظر للواقع الفلسطيني فنحن نرى بأن الكيان الإسرائيلي يعني بعد الاحتلال حاول أن يمسك الأرض الفلسطينية بقوة من حديد، لكن نظرا للاجئين ونظرا لعدد من الاعتبارات أصبح قطاع غزة يشكل تهديد ويشكل عبء على الكيان الصهيوني سواء من ناحية الأمنية ومن نواحي متعددة. ففي هذا السياق يعني حاول أن ينسحب الكيان الإسرائيلي من غزة بمبادرة منه ذاتية، يعني بدون توافق وبدون شروط وبدون معاهدة يعني مشتركة، وإذا يدل على شيء فإنما يدل على حجم الضربات التي كان يتلقاها الكيان الصهيوني داخل قطاع غزة. بطبيعة الحال يعني هذا الانسحاب لم تتحقق
بعض الأهداف التي رسمت من أجله، ومن ضمنها أن تكون قوة السلطة الفلسطينية هي البديل عن الكيان الصهيوني، وإن كانت هناك مواجهات تكون مواجهات بين أبناء فلسطين، ويبقى هو في الموقع المريح بالنسبة للكيان الصهيوني. ثم كان هناك يعني أفق، ولا زال هذا الأفق، وهو تفويت قطاع غزة إلى مصر أصلا، يعني هذا من ضمن الاتفاقيات ومن ضمن المخططات حتى تتحمل مصر هذا العبء، ويبقى الكيان الصهيوني يعني محتكر ومحتل لفلسطين ولمواقعه الأساسية. إذن هذه الحروب هي تأتي في إطار اضطرار الكيان الإسرائيلي أن يتدخل من أجل كبح وإضعاف المقاومة داخل قطاع غزة التي تتقوى بين الحين والآخر. عناوين كبرى في نتائج هذه الحروب هو أن الخيار المقاومة أثبت جدارته. ثاني شيء هو أن المقاومة يوما بعد يوم تتطور وتنوع من آلياتها وأدواتها. ثالث شيء وهو أن هذا العدوان لم يستطع أن يدحض أو أن يكبح جماح القوى ديال المقاومة، وأن النصر إن شاء الله عز وجل آتي مستقبلا. تسيلت في مرحلة ما فضاءات الإعلام الرواية الإسرائيلية التي تقول أن حركة حماس هي السبب في اندلاع المعركة الأخيرة بعد محاولتها اختطاف ثلاثة مستوطنين وبعد عرضها على طلعات روتينية لطيران الحرب الإسرائيلي بصواريخ وترت الأجواء فاندلعت المعركة. إلى أي حد هذه الرواية لازالت صامرة؟ وعلى أي حال الحرب تخاض دائما على وجهات متعددة، لا تخاض الحرب بالأسلحة فقط، هناك أسلحة، هناك سلاح المادي، وهناك الأسلحة المعنوية، الحرب النفسية، وسائل الإعلام وغيرها وغيرها. فمن طبيعي جدا والصهاينة هم امتلكوا الخبرة لسنوات طويلة، امتلكوا وسائل الدعاية والقوة، قوة في وسائل الدعاية، وطبيعي جدا أن يفبركوا هذا الأمر. من الأساليب المعاصرة لخوض الحرب هو العناوين. تجد أن الصهاينة وضعوا عنوانا لهذه الحرب، وهم أول من وضع العنوان الجوف الصامت، ثم بعد ذلك المقاومة وضعت عنوانها لهذه الحرب لصد هذا العدوان. من الغباء ومن الخلل في التفكير أن ننظر إلى هذه الحرب على أنها حرب تكتيكية، على أنها حرب جاءت لكي سواء من قبل الصهاينة أو من قبل المقاومة، كلا الطرفين نظر إلى الحرب على أنها حرب استراتيجية، على أنها انعطافة كبيرة جدا في العلاقة بين الطرفين، ليس فقط المقاومة، المقاومة وظاهرها الأمة، والصهاينة وظاهره الغرب وظاهره الأنظمة العاملة التي تسانده وتدعمه. فهذه المعركة فيما بعد، يعني في البداية طبيعي جدا أن يكون أن يتبرأ الصهاينة من أن يكونوا هم السباقين، لأنهم يدركون الجرائم التي سيرتكبونها، وبالتالي كأنهم يضعون مبررا أخلاقيا يسبق ما سيرتكبونه من جرائم، يعرفون هذا، هم خططوا للمعركة تخطيطا بعيد المدى وتخطيطا هادئا، نسقوا مع كل الأطراف، اختاروا الظرف الزمني المناسب، المونديال وغيره، اختاروا أيضا أدوات المعركة، اختاروا الظرف الملائم تاريخيا بحكم أن المقاومة تم حصارها لمدة طويلة، تم قطع شرايين الحياة والإمداد عنها، فيما الصهاينة موارد الإمداد عندهم متاحة وغيرها. فإذا هذه معركة استراتيجية لا يمكن ربطها لا برد المقاومة ولا بغيرها. الهدف الذي وضع في البداية والصهاينة الآن في خطاباتهم التي تلت المعركة والآن يخوضون حرب إعلامية هائلة جدا يجب أن ننتبه لها، يحاولون أن يغضوا الطرف أو يطمسوا حقيقة ما رفعوه في البداية من شعار، وهو استئصال المقاومة من غزة، وهذا الشعار الأول الذي رفع، ولكن نتيجة تحول سياق المعركة بدأ الشعار ينخفض إلى محاولة تقزيم أو تقليم المقاومة. يعني أعتقد منك هذا الشعار أستاذ عهدي لعل نتائج المعارك العسكرية تقاس بالنتائج المرفوعة تحقيقها في هذه المعارك. ما هي الأهداف التي رسمتها إسرائيل في معركتها ضد القطاع؟ بالنسبة للأهداف التي كانت القيادة يعني السياسية والعسكرية الصهيونية تراهن عليها في هذه المرحلة، هو أن الهدف ديال القضاء المبرم على
حركة حماس. بعد قراءة المحيط الإقليمي والظرف الدولي والسياق العربي والدعم الدولي، ظهرت بالنسبة للقيادة السياسية أن الصهيونية أن الظرف ملائم، خاصة بعد تمرير أو قبول حركة المقاومة الإسلامية حماس باتفاق المصالحة الذي تم في شهر أبريل 2014 من هذه السنة. إذن فاعتبرت يعني اعتبرت القيادة السياسية الصهيونية أن حماس لما مرت إلى المصالحة وقبلت بالمصالحة أنها الآن هي في أضعف حالاتها، عندها ضعف إقليمي، عندها الحاضنة والامتداد الاستراتيجي لغزة هو مصر. مصر وقع فيها انقلاب على الشرعية، وقع انقلاب على رئيس منتخب في مسار في أكثر من 5 استحقاقات عرفتها مصر وتم انقلاب عليها بهذه القوة. إذن اعتبرت إسرائيل أن اللحظة مواتية، واعتبرت أن التحالفات الممكنة في المنطقة وأن الضوء الأخضر سواء منه الإدارة الأمريكية أو مختلف السياسات الغربية الخارجية، وكذلك التحالفات التي نشأت على المستوى العربي، وهنا نتكلم على مجموعة من الدول العربية التي أصبحت في السابق كانت تتورع يعني من مجرد يعني التلميح أو الإشارة إلى التحالف مع إسرائيل، الآن أصبحت لا تنفي أي خبر، وهو الآن أصبح حديث الخاص والعام على مستوى الصحافة الدولية. إذن فوضعت إسرائيل أو الكيان الصهيوني خارطة للطريق للقضاء على حماس، عناوينها الرئيسية أولا قضاء على حماس ما أمكن، يعني بسحب يعني بإخراجها من القطاع وإخراجها من السلطة وإعادة نفس السيناريو كذلك ما وقع في مصر، القضاء على سلاح المقاومة، إيقاف الصواريخ، تدمير الأنفاق، ضرب الحاضنة الشعبية لحماس، وخاصة الضرب لأن الضرب بالنسبة للحاضنة الشعبية لحركة المقاومة الإسلامية حماس امتد إلى 8 سنوات ديال الحصار، وهذا ليس بالأمر الهين بالنسبة لشعب يعني محاصر في رقعة جغرافية لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع طيلة هذه السنوات. الآن كانت القراءة الظاهرية هي أن جميع يعني على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الاستخباراتي، على المستوى الحاضنة الشعبية الاجتماعي الاقتصادي، كل هذه العوامل أعطت. وهنا نستطيع أن نقرأ باطمئنان طبيعة الانتصار الذي حققته المقاومة، وبالتالي أن نعتبر أن هناك انتصار يمتد على مساحة واسعة من المستويات، انتصار سياسي، انتصار استراتيجي، انتصار عملياتي، انتصار ميداني، انتصار أخلاقي، إلى غير ذلك من عناوين ديال الانتصار. لا يستطيع التدقيق أكثر في مسألة الانتصار في مكان ثاني. دائما في مسألة الأهداف، وأعيد طرح سؤال في شكل آخر على الأستاذ رشدي. إذا كانت هذه الأهداف التي ذكرها الأستاذ علي هي الأهداف المعلنة من الحرب، أكيد هذا حاطت تستطيع أهداف أخرى مضمونة وغير معلنة، ما هي في تقديرك أستاذ رشدي؟ هناك أهداف استراتيجية، عادة الأهداف الاستراتيجية لا يعلن عنها كلها، معروفة هذه في المعارك، لا المعارك السياسية ولا المعارك العسكرية. وهذه الحرب على غزة صحيح أن في الأرض كانت معركة عسكرية وضفت فيها الصواريخ والقنابل والأجهزة التكنولوجية المتطورة، ولكن هي أيضا معركة سياسية. أحد كبار المنظرين يعني كلاوزفيتس في كتابه في الحرب يتحدث على أن يقول الحرب هي خوض للسياسة بطريقة أخرى، بمعنى الحرب هي أيضا معركة سياسية في حد ذاتها. وقد رأينا هذا في الميدان، وقد رأينا أدوات سياسة تخاض في الحرب الإعلامية وفي التحالفات وفي غيرها وغيرها. الصهاينة ومن وراءهم، لأنه من المؤكد أن هذه الحرب لم يخوضها الصهاينة وحدهم، معروفة في الفكر الصهيوني، فكر الاستراتيجي الصهيوني أنه لا يخوض حربا، لا يدخل في معارك إلا وراءه ظهير ويحاول أن يوسع الظهير. ورأينا أيضا كيف كرر رئيس الوزراء الصهيوني ميران، وآخر ما كرر آخرها في هذه الدول الأخيرة التي عنده صحافة عقدها، وقال بأن إسرائيل خرجت بكسب سياسي كبير، وهو أنها استطاعت أن تجعل وراءها مجموعة من الدول العربية حليفة وتلتقي معها على نفس المصلحة، وهي القضاء على الإسلام السياسي مجسدا في المقاومة. هذا يكشف لنا عن الأهداف الاستراتيجية الخفية. الأهداف الاستراتيجية الخفية هي التقاء مصالح كل القوى
المناهضة للإسلام. الآن لماذا ضد الإسلام ولبروز الإسلام؟ الإسلام على الأبواب، أن يدق الأبواب. فطبيعي جدا أن الأنظمة الفاسدة مع الصهاينة يلتقون على هذه المصلحة، وهذا أعتقد بأنه هو العمود الفقري للأهداف الاستراتيجية، وهو أنه كان ينظر إلى حماس على أن إذا قسم ظهر حماس وقسم ظهر المقاومة الفلسطينية فإننا سنقسم معها المشاريع السياسية للحركات الإسلامية. ولكن بحمد الله رب العالمين الصورة المعكوسة الآن أن حماس انتصرت وانتصرت المقاومة، وبالتالي هذا أعطى نفسا قويا لحركات الإسلامية المجاهدة. أن حركات الإسلام في المقابل بعد أن فرضت الحرب على القطاع رفعت المقاومة بدورها أهدافا، هل استطاعت أن تحقق هذه الأهداف واستطاعت فرضها على المحتل في 2017؟ تتحدث عن الأهداف سواء بالنسبة للكيان الإسرائيلي، فالأهداف هناك أهداف مباشرة وهناك أهداف غير مباشرة، ولا يكون هناك دافع واحد بل هناك دوافع متعددة معلن منها والمخفي. بالنسبة للكيان الصهيوني، يعني بنك الأهداف الذي أعلنه يعني في البداية كان هو القضاء على حماس بشكل مباشر وتوقيف الصواريخ، يعني هذا هو الهدف الكبير. بعد هذه الحرب نجد أن حماس لم يتم القضاء عليها ولا الكيان الصهيوني استطاع أن يوقف هذه الصواريخ. بطبيعة الحال إقدام الكيان الصهيوني على هذه الحرب هناك دوافع متعددة، هناك ضغوطات إقليمية، هناك حسابات سياسية انتخابية بالنسبة للكيان الصهيوني، هناك عوامل متعددة من غير ما هو معلن. لكن الجانب الآخر بالنسبة للمقاومة، أظن بأن هذه الحرب كانت لصالح المقاومة، فالفترة التي كانت تعيشها غزة ينبغي أن نعلم بأنها هي أحلك فترة في تاريخ فلسطين منذ الاحتلال، حيث أن فلسطين لأول مرة تتعرض للعدوان وظهرها مكشوف. أكثر من هذا ليس ظهرها مكشوف بل بتواطؤ وبمؤازرة من دول إقليمية ومن حلفاء، يعني من بني جلدتنا. إذن بجانب هذا غزة تعيش خناق، تعيش حصار، هذا الحصار الذي ازدادت وطأته بتدمير الأنفاق التي تعتبر شرايين الحياة بالنسبة لقطاع غزة. الآن تعيش المقاومة في وضعية جد مريحة، أعادت الثقة في ذاتها، أعادت الثقة في الشعب في حد ذاته، كسرت الحصار، تخففت من عبء الدولة ومن مسؤولية السلطة، فهذه كلها مكاسب بالنسبة للمقاومة. يعني في إطار هذه الإنجازات التي حققتها المقاومة، وهذا من التمكين ومن المنح الربانية، يعني حتى لا ننسى يعني العناوين الرئيسية أن لكل نصر عنوان، وعنوانه هو أنه نصر رباني، وأن الإنسان المتحرك في غزة، الإنسان الصامد في غزة، المقاوم الصامد في غزة، يعتبر أن الأساس والبناء الذي يعول عليه هو الاستناد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة للإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للمقاومة، هي أنها كسبت معركة الرأي العام العالمي. أصبحنا نرى عواصم مختلفة في على امتداد يعني المساحة الدولية، أصبحنا نرى تضامن مكثف، تضامن يعني بمئات الآلاف، وهذه لم تكن تعتادها أوروبا ولم تكن تعتادها أمريكا، ولم يكن بالنسبة للصهاينة كانت لهم مفاجأة خطيرة جدا، حتى أن ذهبت الكثير من الدراسات التي كانت تقول كنا يعني اللوبي الصهيوني كان يصرف على تلميع صورة
الكيان الصهيوني على مدى 40 سنة أنفق ما يفوق 10.5 تريليون دولار على مدى 40 سنة. قالوا أن جاءت هذه الحرب لتكشف عنا لتكشف سوءة والوجه الحقيقي للكيان الصهيوني، أنه كيان مجرم، أنه كيان يفتقد الإنسانية، أنه ارتكب يعني، والغرب يعرف جيدا قيمة مفهوم جريمة يعني، خاصة لا أتحدث عن الإدارة الغربية ولكن أتحدث عن مواطن الإنسان الغربي، يعني قيمة الجرائم ضد الإنسانية، قيمة جرائم الحرب، قيمة الانتهاكات التي مست الأطفال ومست النساء ومست الشيوخ ومست البنية التحتية ومست الأبراج السكنية ومست الحياة المعيشية اليومية. بالتالي كان رد فعل عالمي كان مفاجئا للصهاينة، مفاجئا للإدارة الأمريكية، مفاجئا للإدارات الغربية. ونحن هنا ما زلنا نتذكر المسيرة التي منعت في باريس، مسيرة تضامن، خرج كل المتضامنين رغم المنع، ونحن نعلم جيدا أن الثقافة القانونية عند المواطن الأوروبي أنه يلتزم وينضبط القانون، ولكن اعتبر أن الجريمة التي طالت غزة أكبر من أن يلتف عليها باسم القانون. فكان هذا الصمود وكانت من العناوين الرئيسية واللي مهمة جدا. وأنا بالمناسبة أدعو، ربما سوف نفصل في معالم الانتصار، أدعو التفاتة الحكومات أمريكا اللاتينية، الحكومات الرسمية والشعوب. الحكومات الرسمية قامت بالنسبة لبوليفيا، اعتبر الرئيس البوليفي أن كيان صهيوني دولة إرهابية، واعتبر وألغى السفارة، والآن أكثر من 4 دول ليس لديها سفير. أكثر من ذلك بالنسبة للأرجنتين، اعتبرت مواطنيها المجندين في الكيان الصهيوني سحبت عنهم الجنسية، وهذه أمور وإجراءات غير 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 يعني مستساغة بالنسبة للكيان الصهيوني، حتى أصبح أن المواطن في أمريكا اللاتينية يعتبر أن الدعم الأمريكي وأن الدعم الغربي عموما للكيان الصهيوني هو وصمة عار في جبينه. العودة أستاذ رشدي إلى الواقع المحلي في قطاع غزة والسياق الإقليمي، من العناوين التي رفعت في الثلاث سنوات اللاحقة لانطلاق الربيع العربي أن كل الثورات تصب في فلسطين. نلاحظ أن هذا الربيع، ولا أدري هذا اللفظ هل نزل لائقا لتوصيف الواقع العربي اليوم، نلاحظ أن الربيع العربي انتهى إلى اقتتال داخلي، إلى حروب داخلية، إلى طائفية، إلى انقلابات عسكرية، وبالتالي صيغة مشهد لا يصب فعلا في صالح القضية الفلسطينية. كيف لنا أن نغير هذا المشهد إلى مشهد آخر يصب حقا وحقيقة نحو القدس وفلسطين؟ كون إخواننا في فلسطين حققوا هذا النصر العظيم والكبير جدا، والذي سيتراءى إن شاء الله عز وجل بعد هذا، بعد أن تنجلي غبار المعركة، لأن الغبار المعركة لا زال في الأجواء. كونهم يحققون هذا النصر في ظل هذه الأجواء، هذا دليل على أن هذا النصر ليس بشريا، هذا نصر إلهي محض. الله عز وجل من به على إخوان المجاهدين حين وفروا له شروطه القلبية الإيمانية، ثم وفروا له أيضا شروط الإعداد الجيد والأمين والقوي. ما تعيشه الأمة الآن هذا سيناريو كان تحدثت عنه كونديل زرايس، تذكر الإخوان ما يسمى الفوضى الخلاقة، والصلاح ظهر في يعني قبل 10 سنوات تقريبا في إطار إعادة هيكلة صورة العالم الإسلامي. أمريكا الآن تتوجه نحو المحيط الهادي، معنى مصالحها الكبرى هناك في منافسة القوى الأسيوية الصاعدة، وهي تنفض يدها من الشرق الأوسط، وهذا يتحدث عنه كل خبراء استراتيجيين الآن. وبالتالي تحاول أمريكا ويحاول معها الغرب أن يحدث نوعا من الفوضى التي يمكن أن تنتج في النهاية تمزيق للأمة الإسلامية. وقد رأينا الصحافة الأمريكية نشرت بكل جرأة، وهذا تسريب لم تنشره من ذاتها، ولكن سربت إليها أمريكا هذا الأمر، هذا نشرت صورة أو خارطة لصورة العالم الإسلامي مقسما ومجزأا إلى دويلات قطرية جديدة. هل الربيع العربي هو المسؤول عن هذا الأمر؟ نحن نتحدث عن خطة استراتيجية وضعها الغرب من مدة طويلة،
ما حدث في العالم العربي من انتفاضات شعبية لا زالت تتوالى ولا زالت ارتداداتها مستمرة، قد يكون بالعكس في غير صالح ما تربو إليه قوى الغرب التي تريد إعادة تقسيم المنطقة وإعادة هيكلتها بصورة في مصلحتها. لماذا؟ لأن الربيع العربي أتاح فرصة أن يكون ما يسمى اللعب السياسي أو لعبة السياسية العالمية أن تكون مكشوفة، وهذا أمر مهم جدا، لأن العمل السياسي العالمي أو اللعبة السياسية العالمية بنيت منذ الحرب العالمية الثانية على أنها كانت تتم تحت الطاولة، تتم من خلال مخططات سرية، وهذه المخططات السرية يكشف عنها 40 سنة بعد تنفيذها. أما الآن فالمعركة هي معركة مفتوحة، نرى بشكل واضح جدا ما يراد لليبيا، ونرى بشكل واضح ما يراد للعراق، ونرى بشكل واضح ما يراد للخليج العربي الآن. هذه الحركة الأمريكية الجديدة لمواجهة داعش، محاولة استنفار دول الخليج لمواجهة هذا العدو المصنوع، فإذا أصبحت المعارك تخاض بشكل مكشوف، وهذا في صالح وعي الأمة، لأن الذي يحارب في العمق هو وعي الشعوب، هو قابلية الشعوب أن تكون لها كلمة، قابلية الشعوب أن يكون لها تأثير وفاعلية في الواقع. بما أن هذه الفاعلية وهذا الوعي هو في تنامي وفي تزايد، بمعنى أن هناك استراتيجية تتناطحان الآن، استراتيجية نهضة الأمة ويقظتها، وهي تتنامى وتتزايد بريادة وقيادة الحركة الإسلامية، لأجل ذلك تستهدف الحركة الإسلامية تحت عنوان مواجهة الإسلام السياسي. وهناك استراتيجية غربية معروفة الآن، وهي تقسيم العالم الإسلامي وتمزقه والمزيد من السيطرة على مدخراته وقدراته وإمكانياته. أشكال أن سنصل الضوء أكثر على الكثير من القضايا المتعلقة بحرب غزة. إلى هنا الإخوة الأخوات الأكارم، ننهي المحور الأول.